السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا فراخ شربنية. فراخ شربنية دي متسجلة يعني مش عايز اقول لكم في فنادق عالمية، عملتها مثلا من حوالي 30 سنة مثلا، ودرستها في بلد لا عايز اذكر اسمها، ومتعممة دلوقتي في الشركة اللي انا كنت شغال فيها، شركة كبيرة عالمية برضو. لكن كل حين ومين كده يجي عم شريف يقول لي ما تاكلنا اخر فخر اللي انت بتنطط علينا بيها وتقول فراخ شربنيه وبتاع. فعملت له فخر النهارده، غيرت فيها بقى، يعني عاملها من 30 سنه هغير له فيها دلوقتي. عند هي كبرت في دماغي، بدل ما اعملها بالرز اعملها بالفريك. طيب عندي فرخه كامله هنقسمها نصين، وعندي بصل وتوم وفريك وطماطم وفلفل الوان وكزبره خضراء ومكسرات وزبيب، بودرة زعفران، ملح وفلفل ومكعب مرق وشوية زيت. هي حقيقي اهم حاجة فيها حبة الكزبرة الخضراء، بتديها طعم حلو قوي. في النهاية هنحصل على فرخة يا تتاكل يا ما تتاكلش. كده ادي البصل. فين يا ابن التوم؟ البصلة اهي، ونشحت حبة توم من الجيران. نصلي على الحبيب. كده بنكسر حبة التوم دول. يا عم الحاج عبد الحق السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. حبيبي يا مولانا. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر عليك. حبيبي يا عم عبد، كل سنة وأنت طيب يا أبويا. أنت بالصلاة على النبي، أنت اللي تحط الحاجة اللي تحط يدك فيها تبقى الله اكبر. الله يكبر بخاطرك يا عم عبد الله، يكبر بخاطرك يا حبيبي، ويكبر بخاطرك يا رب، الله يكبر بخاطرك. الله يخليك يا شيخ. شكرا. نهارك ابيض يا حبيبي، نهارك ابيض يا ابويا، ربنا يكرمك يا حبيبي، ربنا يكرمك. كده ادي مكعبين مرق اهم. هو طبعا انا مش عايز البصلايه دي تموت، عايزها فريش، لان كله بيبقى فريش يعني ايه كريسبي. ادي فلفل حار، ادي شويه كزبره، شويه زبيب، وادي شويه مكسرات. يا صلاه النبي يا صلاه النبي يا صلاه النبي يا صلاه النبي. شويه توابل، سنه كمون، سنه بودره الزعفران، سنة كركم، وادي ملح، ادي فلفل. مظلومة شوية في المادة الدهنية. طيب كده زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو، كل الجمال ده كله قدام حضراتكم. نقلب شوية طماطم، شوية فلفل ألوان، قوم بقى ايه يا سيدي، ادي الفريك بتاعي. طبعا انا مش هستخدم كل الفريك ده، ولكن بحب دايما انايم الفرخه بتاعتها على النست بتاعها، بعمله كده زي نست تعيش عليه.
يا ست مرفت سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيرين؟ ست مرفت ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله في نعمه من الله. الله يزيدك محمد وزاده. الحمد لله الحمد لله على عافية ربنا. اتفضلي يا فندم موريني. الامر لله وحده ربنا يخليك. انا بس محتاجه من حضرتك مساعده علشان ابني محتاج ان هو يعمل علاج طبيعي مكثف عشان نعمل عمليه وفكناه وايه محتاج ان هو يعمل علاج طبيعي كل يوم وانا مش قادره على الجلسات. سيبي تليفونك والله المستعان. سيبي تليفونك الله المستعان. على عيني يا ست الكل على عيني. يعني الست طلبة مساعدة لابنها عنده يعني علاج طبيعي كل يوم وعلى ما اعتقد ان العلاج الطبيعي ده بياخد فلوس كتيرة وبياخد وقت طويل يعني بقعد بالشهرين والثلاثة والاربعة علاج. فيعني يا جماعة ينبكوا صواب ده من ضمن ذكر رمضان يعني ده حاجة مفروضة علينا كلنا. يعني المفتي امبارح قال اللي يطلع عمره ب40 وب50 الف جنيه لا يحط نصهم لله وكانه طلع واكتر ما طلع يعني بتحسب له بضعف. في نفس الوقت برضو الحج ان شاء الله ربنا هيكرمنا مش هتتقطع الحج لكن لو حصل بحق الحج تطلعه لله هتستفاد. يعني انا مره من المرات اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم الراجل ده كان يوناني الاستاذي انا اللي هو معلمني ومربيني اسمه نيكولا سارانتوس وكان المدير بتاعي وكان عندنا واحد الله يرحمه شيف برضو كبير كان كل سنة يطلع يحج. فالراجل ده انا اداله في المكتب كده واحنا قاعدين قال له انت بتدفع كام يا حاج في ال قال له انا بدفع مش عارف ايه يعني كان ايه الدنيا رخيصة يعني. قال له انت بتتكلم في 50,000 جنيه. قال له اه. قال له حجيت السنة اللي فاتت. قال له ده رابع مرة بحجها. قال له طب انت مفيش حد في عيلتك فقير محتاج فلوس؟ قال له كتير. قال له طب انت ال40 او ال50,000 جنيه دول اديتهم لخمسه فقراء عندك للي هيتجوز ولا اللي عايز يبني بيت ولا اللي عايز يقعد في شقه ولا انا على اعتقادي ان ربنا هيجازيك خير اكتر من حج يعني ده شوف اجنبي اجنبي مش 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 مسلم لكن انا من رايي فعلا ان انت لما ربنا كرمك وحجيت مره او عملت عمره مره يعني طلع بقى لله وربنا يكرمك وربنا هيجازيك اكتر يعني ليها يعني يعني درجات كتير عند الله. ده كان حتى امبارح سياده المفتي قال كده فضيله المفتي قال كده. ست هناء سلام عليكم. سلام. ايوه يا ست هناء. الو. ايوه يا فندم. ايوه يا شيخ شربين عامل ايه؟ الحمد لله يا بنتي. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا ست العرايس. كنت عايز اسالك على وصفه مكرونه بالسجق. وصفه مكرونه بالسجق على عيني يا ست العرايس خدام سعادتك يا فندم. اشكرك يا بنتي. كده هستاذنكم انا بخلي الفرخه كده من العظم ومن الجلد العظم بس بتاعه اهو بخليها على نصين. المخرج برضو مصر ان ياخد فاصل. هاخد فاصل ونرجع مع حضراتكم تاني. بس على شرط ولا نغير المحطة ولا هروح في اي حتة. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وادي الفراخ عملناها اهي فتحناها وديناها كده ملح وفلفل ونحشي بقى ونشوف هنعمل ايه في الدجي بتاعتنا. هنعمل ايه في الدجي بتاعتنا. ادي بولة بملاها كده اهي بروح جاي عاملها كده وبولة تانية اهي الحرفانة في الفرخة دي ايه يا جماعة؟ اللفة بتاعتها. مهم اللفة بتاعتها تطلع مظبوطة معاكي وهتبقى زي الفل. طيب هنلفها ازاي يا عم شريف؟ قال لي لو مش هتعرف تلفها قول لي انا اجي اعاونك. طيب نجيب الاول الصينية بتاعتي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نلف وناخد الطرف بتاعها الاول من هنا كده كده ونكبس بداية كده اهو
تاخدها ايه غدر كده اهو كده اهو اهو به اه ودي نروح عاملينها كده زي الوزه انا انتوا هو انتوا مش قاعده بس انتوا بس واو ده انت بتعمل اكتر من كده ونص اه تاني بيان على المعلم نعم يا فندم اكبس بيدي كده اهو يا عم شريف بص بالاربع صابع بتوعي دول واروح اعمل كده اهو كابس اهو اهو اكبس واقلب اهو اهو يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي اهي ما تخافش كده اتقلبت بعد كده نشيل دول من هنا ونيجي هنا نعمل لها التتبيلة بتاعتها الحلوة قال لي ازاي قلت له تعالى نقول لك ازاي ونقعد نشرب فنجان الشاي دي طماطمية يا ست منى السلام عليكم ست منى يا ست منى ست منى يا ست شكرا يا ست منى كده هنا حبة ملح وفلفل سيلكشن توجذر او نضربهم مع بعضيهم كده اهو حبيبي يا رسول الله صل على حبيبي محمد طيب كده حلو قوي الكلام ونجيب المصفى يا ست ام شيماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا ست الحاجه الله يخليك يا رب يراضيك في علاء ويسترها معاك وموريني يا امي والله ظروفي تعبانه امال اي اكل عيالي سيبي تليفونك والله المستعان يا حاجه على عيني يا امي على عيني يا امي على عيني يا امي ولاد الحلال كتير واحنا في ايام مفترجه ويعني الايام دي بالذات يا جماعه يعني غير اي سنين وغير اي ايام يعني الحسنة بمليون حسنة الحسنة بمليون حسنة يعني اللي عايز يعالج بصوا كلنا فينا اخطاء وكلنا مليين عيوب اللي عايز ربنا يكرمه ويعفي عنه ويرضيه يطلع لله في الايام اللي احنا فيها دي بدل ما يروح يعمل عمر يغسل ذنوبه لا النهاردة اللي بيعمله ده غسل ذنوبه ربنا بيكرمه ان شاء الله كده هنا ادي الفرخة وادي النست بتاعها شغال اهو يا ست فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا ست فاطمة الله يخليك انا عندي طلب عند حضرتك يا دكتور نعم يا فندم عندي طلب عند حضرتك عايز اتفضلي اموريني يا فندم انا عندي في تقصير وعايز اعمله مش معايا فلوس وجوز ارزقني والله كله على الله يا فندم ربنا يكرم اي حد بس يتصل بينا وانا خدامكم يا فندم على عيني يا فندم اشكرك يا بنتي اشكرك يا بنتي يا رب فكها على كل متضايق يا رب فكها على كل متضايق طيب عندي النهارده سلطه ترنجه هنعملها بطريقه حلوه وجميله طيب عندي باستا بالرنجه هي دي سخن ولا بارد اللي قال لي انت عايزاه يا اختي طيب عندي سلطه باستا هنقضيها سلطات اليومين دول برضو عشان ايه الدايت مالك وارمان ليه؟ انت لو شفتوني الصبح نايم من النوم قلت يا رب ايه ده؟ انا كلت خروفين بليه قبل ما انام طيب نشوف مقادير الباستا بالرنجه رنجه مدخنه
مكرونه، عصير ليمون توم، طماطم فلفل حار، الطماطم فليه، فلفل الوان فليه برضو، بقدونس، فلفل اسود، وزيت زيتون وليمون وخل. يعني هي العنصر الاساسي عندنا فيها التوابل. لاجل النبي، لاجل النبي نلم نفسنا في الايام اللي جايه دي، ومفيش داعي لشم النسيم. انا ما بقولش ما تاكلش رنجه، ما تاكلش فسيخ، بس خلي بالك احنا في ظروف زي الزفت. يا بخت من زار وخفف. يعني رمون مثلا كانت باكل 3 كيلو في الطاقه، يقول لك بفطر فسيخ وبتغدى رنجه وبتعشى سردين. يا رمون، هي سردينيه واحده او رنجايه واحده، فسيخايه واحده، ده الراجل جايب لكم 2 طن من نبرو. يا راجل حرام عليكم، احنا في ظروف زي الزفت، مش هبقى تسمم سردين وبتاع، كله بس في المعقول، وما فيش داعي نخرج بقى ان نروح الجناين لا، اتكن انهد واقعد في بيتك. طيب يا جماعه الراحه حلوه، ارتاحوا شويه عشان ربنا يكرمنا، ارتاحوا شويه عشان ربنا يكرمنا ونعدي اللي احنا فيه. دي الرنجه دي هشويها دلوقتي عشان ايه؟ اطلع الرطوبه منها، انا ما احبش احطها نيه، اطلع الرطوبه منها وفي نفس الوقت تفرد معايا وتبقى حلوه. زمان كنت بولعها جرنان، والله كنا بنولع عليها جرايد وكانت بتطلع حلوه. نصلي على النبي يا عم شريف. طبعا الكلام مش عاجب عم شريف. خلاص، لا انا، انت هتقول لي انا، انت هتقول لي ايوه السموم في مين؟ جوز ليفر، ده جوز خالتي مش جوز ليفر. حرام عليك، خلينا انا بوش وش. طيب ست سهيله، ازيك يا شيخ؟ صباح الهنا عليك يا ست العرايس. عامل ايه؟ والله في نعمه، انا بحب حضرتك جدا والله، وبرغم كل اكلاتك حبيبتي صباح الهنا على عيونك. انا لسه متجوزه جديده، وبجد انا بعمل اكلك وجوزي بيعجبه جدا، ربنا يخليه لك يا بنتي ويخليكي لي. ممكن ابعت تهنئه لاصحابي؟ طبعا مكانك يا حبيبتي، مكانك. عايزه اقول لسالي والغرام وساره وحنين، ربنا يخليكوا ليا وتفضلوا معايا، وكل رمضان وحضرتك بخير. ماشي يا حبيبتي، وسلامي ليكي وسلام لجوزك، وخلي بالك من جوزك، اعمل له حاجه حلوه، ما تقولوش هو شربيني الليز ده كويس، هو شربيني عمل كده كده. انا عايز السموك دي، ده اهو شفت بقى اتفتح ازاي مع بعضيها يا باشا اهو، يا تحطها في الفرن، لكن انا هحطها على البوتاجاز كده احسن. ابص على الاوفن بتاعي، اللهم صل على حبيبي سيدنا محمد. طيب انا ابدي ان انا ادخلها الفرن التاني افضل، عشان ما ايه ما تنامش جنبيها وتزعل مني وبتسال ليه عليا وتقول لي وحشاك عينيا، ومن انت انت عفيفي ولا داري باللي بيا اهو. ماشي هف، ماشي، اذكر الله وصلى على الحبيب. يا ست منى، منى مور. ايوه يا فندم. ايوه يا شيف، السلام عليكم يا منى. عليكم السلام، كل سنه طيب. وانت طيبه يا ستي، امور يا فندم. انا عايزه اعرف ليه كل ما اجي اعمل البسبوسه سامعني؟ ايوه ما معاكي سامك. بتعمل ايه؟ بتلزق كده في الصينيه. مستقصداكي هي، اصل البسبوسه مستقصداكي، هي هتروح النار وتخور دم. انت عندك حبة طحينة، حبة سمنة، اديني بوب الصينية الاول. يعني انا بص اقول لسعادتك حاجة، طالما لزقت منك وانت حاسة ان انت فاشلة في عملها، لا انت هتطلعي احسن مني وهتعملها كويس. كل اللي عليك اللي هتعمليه لما تيجي تجيب الصينية اديناها بحبة طحينة، ابسط الامور، يا حبة سمنة، يا تجيب ورقه جلاسيه ورق زبده وتخلصي نفسك تفرديه في الصينيه. يعني قدامك كل الاختيارات دي وهتطلع معاكي زي الفل ان شاء الله، وربنا مش هيكسفك.
طيب كده هنا حبيبي يا رسول الله، اهم حاجه ما في الموضوع خلي بالكو السبرينج اونيون ده اهو، انت جايب الحريقه ليه؟ ادي السبرينج اونيون، بصل الربيع يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله. طيب ادي فلفل حار، قصدي فلفل اخضر، طماطم، فليه، فلفل حار، فلفل الوان كده اهو، شويه بقدونس. هنعمل نبدا نشتغل بقى كده على احمد الصياد. حاضر، نبدا نشتغل على منتجات احمد الصياد حبيبي وابني. طيب كده هنا استاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني، بس ولا انا غير المحطه ولا اروح في اي حته. يلا بعد الفاصل، ادي الرنجه اهي فصصتها، نزعت منها الجلد والسل، عايز اعمل شويه صوص حلوين. ده البطروخ بتاعي اهو، ده البطروخ بتاع الرنجه اهو، ماشي كده يا باشا. وادي ليمون ياما، وادي خل. خلي بالكو دايما بكسر، عندي حاجتين دايما في الفسيخ او في الرنجة، ودولت اهم حاجة حدايا، البصل والليمون، وبرضو اعمل حسابي في الاكل وشويش بشويش بشويش بشويش، حبة فلفل اسود، ما تحطش ملح، عايز ليمونة المكسرة دي اهي كده كده، بيشرها كده اهو، قوم بقى كده اهو نضربهم مع بعضيهم. ده البطروخ مع الليمون مع الخل مع زيت الزيتون، اهو يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. كده احنا بنعمل صح يا عم محمود، غلطتش، بسقي بيها كل المكرونة بتاعتي. صحية صحية جميلة أجي أكيد، ما فيهاش خطورة؟ لا. ليه؟ لعدة أسباب. السبب الأولاني شويت الرنجة طلعت منها الرطوبة بتاعتها، طلعت الرطوبة اللي فيها وشويتها، وبعدين اديتها بصل أخضر، فلفل ألوان، كل ده بيقوي جهاز المناعة اللي احنا عايزينه دلوقتي يا جماعة، جهاز المناعة اللي احنا بندور عليه بالحلاوة. مش عايزة ملح كده، البهاريز عندي الحبة دول، قوم بقى ايه، ادي الرنجة بتاعتي باكل زي ما انا عايز، عايز بالرنجة اخد، من غير رنجة اخد كده. بعد كده نشيل الكلوبس
يا عم ياسين. ازاي حبيبي شيف شربيني؟ صباح الفل عليك يا عم ياسين. بحبك والله يا شيف شربيني. صباح الهنا على عيونك يا ابني. انا بتصل والله يا شيف شربيني عشان اسلم على حضرتك. صباح الهنا على عيونك يا عسل. ممكن شيف شربيني تسلمي لي على شيف علاء؟ طبعا على عيني يا حبيب قلبي على عيني. وصل يا باشا. اشكرك يا سعاده الباشا. طيب كده هنا المخرج بيقول لي ما تكسر اللون يا اخي. هو كان شغال طبخ قبل كده وانا مش واخد بالي. طب ما اكسر لك الطبقه واخلص. حاضر يا سعاده الباشا. طب والنبي لغيزك حبيبي يا رسول الله. بص يا باشا بقى عشان ما تلونش معايا وبلاش اللون ده معانا. اشيل بقى كل ده من هنا واطلع الفرخه من ايه من العش بتاعها. حبيبي يا سيدنا محمد كده. نطلع بالتشيكناية بتاعتي. الله 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 الله. اللهم صل على النبي، صل على رسول الله، صل على رسول الله. بيقول لي مش حلو قوي يعني زي ما احنا كنا متوقعين. طب ما انت كنت متوقع ايه؟ لا 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 لا. ده النست بتاعي. بيقول لي انا مش مقتنع بالاكله دي. طب انا اعمل لك ايه؟ ها انا اقدر اقول لك كده؟ طيبه هيروحني. ده ما كانش ريحني. طيب استاذن حضراتكم اخد فاصل وارجع لكم تاني وانا غير المحطه واروح فيها. رجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم، وده هورس رادش اللي هو الفجل الاحمر ببشره كده. برضو من ضمن الحاجات الحلوه اللي بتقوي لي جهاز المناعه. الفجل ده مفيد جدا 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 كده. حطيناه في ميه عشان يفوق معانا كده. نرجع نعمل حبة السلطة بتوعنا اللي احنا اتفقنا عليهم بالانشوجة. عندي بصل بخل. ادي الخل بتاع مية البصل، ركزوا معايا. وده خل بلسمك. وده توم. ودي انشوجة. حلو الكلام يا باشا. وده مينيز. اهو كفايه كده. حبه بقى زيت زيتون
وشوية ليمون. ست أمل، مساء الخير يا شيف، ازي حضرتك؟ مساء النور يا فندم. اخبار سيادتك ايه، عامل ايه؟ في نعمه يا بنتي، والله في نعمه. انا كنت عاوزه اشكرك على الورك الرومي، زي ما قلت لي عملته طلع فظيع فظيع فظيع. انت ست محترمه وذكيه، وربنا يجاوب، ربنا يجيب خاطرك. ربنا يخليك يا شيف. وكان عندي طلب صغير يا شيف. اتفضلي يا فندم. لما ربنا يسهل ان شاء الله والموضوع كورونا ده يتشال والناس ترجع زي ما كانت ان شاء الله، انا بفتتح مطعمي الجديد، وكنت اتمنى انه حضرتك تشرفني في الافتتاح. مش هوبا في اكل يعني؟ هو طبخ، هو مطبخ، مطعم مغربي جزائري. يعني هناكل اكيد. طيب يا شيخ، حد لاقي حضرتك والستاف كله لازم تشرفوني. ماشي يا ست الكل، الله مبروك يا ست الكل، والله يبارك لك دايما في المزيد كده. هنا يا صلاة النبي، حلو حلو قوي كده. النبي نفسي ادوق الحاجات الحلوه اللي دايما بعملها كده، ساعات بعك في حاجات كده بتيجي حلوه. حد طفى النور؟ طيب هناخد فاصل ونرجع لكم تاني ولا نغير المحطه ولا نفيها. ورجعنا بعد الفصل كده بنغرف السلطه بتاعتنا اهو. نعم جاهز. لا 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 كده. اهو كده دخل عليا استاذ محمد سمير وبقول لي انا عايز اعرف حاجة انت دايما بتعق فيها، وفهمني ليه بتعمل كده. قلت له طب يعني بس ما تقولش بعق. قال لا بتعق. قال لي بتعق ليه كده؟ قلت له بص يا باشا، الدريسنج لما بعمله كده سيبرت او بقوله عليه ابار او انديفيدوال، ليه؟ اقول لك ليه بقى، عشان تريحتيني كده. انا عازم ناس حدايا على البيت، في البيت يعني، وحطيت ده على السفره وحطيت السلطه، قاعدين بنتكلم. السلطه دي هتبقى ملتت قوي. ملتت يعني ايه؟ يعني بقت سايحه على بعضيها كلها، وتلاقيها كلها ايه بقى، لا شكلها لا عاطفي ولا سياحي. نعم يا فندم. والله يا ابني ربنا يسترها ويعديها على خير. كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح. يبقى قال لي يعني انت بتحطها كده عشان كده ولا كده عشان كده؟ يبقى قال لي ريحتني، ربنا يريح قلبك. طب كده اشكر كل الكاست اللي معايا، واشكر عمي شريف حسين، واشكر كل الكاست اللي معايا، وان شاء الله اشوفكم بكره على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.